تقييمياتكم للمشاركه المغربيه في كاس؟ أظن باش يكون التقييم تاعنا المشاركة تاع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في الكان موضوعية، لازم أننا نوضعها في السياق التاريخي. الفريق الوطني المغربي بطبيعة الحال منذ سنة 2004 ما استطاعش يتأهل للدور الثاني، دور الربع، وهذا خلق واحد العائق بسيكولوجي أمام كرة القدم الوطنية. ثانيا الفريق الوطني يعني المسألة اللي أطرات بشكل كبير، وهذا ماشي تبرير، خصنا ناخذوه بطريقة موضوعية، وأنه القرعة والظروف شاءت أنه لعبوا في بيتام في أويام، يعني وحنا كنا في بيتام، والأرضية نتاع الملعب اللي كانت في ربع النهاية كانت كيف شاف الجميع أنها ما كتليقش بكرة القدم. تقول لي ودي بأن هذا الشيء كينطبق على المنتخب المصري؟ أكيد، ولكن ملي تتكون هذه الارضيه بهذا الشكل فكتاثر على النتيجه ديال المباراه بشكل او باخر بشكل كبير. هذه الظروف كلها كتجعل ان المشاركه نتاع الفريق الوطني اللي استطاع انه كيف قلت في العديد من المناسبات بالروح نتاعو الجماعيه والروح اللي استعدها الفريق يتغلب على الظروف، بالعكس ولات اجواء ايجابيه جدا داخل الفريق الوطني، ثم انه الكل شاف الطريقه باش لعب الفريق الوطني، لا يعني من ناحيه التقنيه، ولكن اللي اهم هي العقليه اللي كانت حاضره عند اللاعبين. لانه ما ننساوش بان كاس افريقيا الامم لها خصوصيتها، ما يمكنش نتذكروا على المستوى وعلى التحليل نتاع كاس افريقيا بنفس المقاييس والمعايير اللي تنتحدثوا فيها على بطولات اوروبيه ولا كاس اوروبا للامم ولا كاس امريكا اللاتينية. لكل يعني مسابقة عند الطقوس نتاعها، وكأس أفريقيا اللي أساسي في الفريق الوطني هو أنه تم الاستيعاب نتاع هذه الخصوصيات وتعامل معها بشكل إيجابي وترجمها اللاعبون فوق أرضية الملعب. وكنظن بأن الفريق الوطني اليوم دخل في واحد المرحلة نتاع بداية يعني البحث عن المكانة الحقيقية. بطبيعة الحال ترجموا اليوم المكان اللي كيحط لها الفريق الوطني 48 عالميا، نهار درنا القرعه كنا 84، شكل شيء ايجابي جدا، ثم المرتبه التاسعه افريقيا، يعني قبل منتخبات كانت يعني في مراكز متقدمه لسنوات. هذا تظهر تبين بانه اليوم الفريق الوطني كيف قلت هو على السكه الصحيحه باش يمشي في مسار ايجابي وتطوري مستقبل ان شاء الله.